مع بيسان اللي راح تقدم لنا مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتجفيف الدهون. بيسان صباح الخير مرة ثانية. صباح النور، أهلا فيكم. أهلا وسهلا بيسان. يعني قبل ما نبلش بهاي التمارين تعطينا هيك لمحة بشكل سريع، إيش بالضبط؟ شو يعني تمارين كارديو؟ إيش هي بالضبط؟ هلا في عندنا تمارين الكارديو اللي بنرفع فيها ضربات القلب طريقة يعني خلينا نحكي من متوسط إلى الشدة، تمام؟ هلا في عندي أنا محضرة مجموعة تمارين بسيطة، مجموعة تمارين شوي عالي الشدة. أهم شيء بنبلش بالإحماء الجسم، ممكن عن طريق ستيب عادي سايد، نعمل هاي الوضعية عن طريق خطوة إلى اليمين إلى الشمال، نعملها 20 مرة 40 مرة، أو نقدر نمشي أو نطلع درج، خلينا نحكي لمدة 7 إلى 10 دقائق. بعدها في عندي أنا هون جايبة اليوم معي الساند باك، في هي عدة أوزان، أنا جايبة اليوم 5 كيلو، يعني أخف شيء. ساند باك أو الباور باك هي كيس فيها بيكون رمل، نقدر نستخدمها للتمارين اليوم. في عندنا هذا التمرين مثلا الرومانيان ديد ليفت، هاي الطريقة نطلع أب، تمارين بسيطة ولكن يعني إلها عدة، بنحرك فيها عضلات عديدة. وفي عندنا التمرين الثاني ننزل شوي بهاي الطريقة، نرفع للظهر هاي الطريقة. في عندنا هاي التمرين كمان، يعني هو وزن، كيف وزن خفيف. بالنادي بنحمل أوزان، في البيت ممكن، في مش البيت مش بالضرورة يعني وزن، مش ضروري وزن خفيف، وزن خفيف. في عندنا هاي التمارين الكتاف، في عندنا هذا التمرين كمان كتاف، يعني بنقدر نعمل هاي التمارين 3 مجموعات، كل مجموعة من 10 إلى 12 إلى 15 تكرار. وكل تمرين بكون له يعني أهمية، أكثر من عضلة بنحرك، بنحرك كل عضلات الجسم. تمام، هلا هاي تمارين بسيطة خلينا نحكيها، تمام. هلا نقدر نعلي ضربات القلب هاي الطريقة، ننزل تمام. هلا هي بتكون شوي شوي أسرع عشان نحس بالهارت بيت. في عندنا هذا التمرين كمان، داون اب داون اب. وفي عندنا هذا التمرين، اهم شيء عمليه التنفس الشهيق والزفير. طيب يعني بسام نحكي تقريبا نص ساعه من التمرين كافي في اليوم، يعني خلينا نحكي من 40-45 دقيقه مش اكل، عشان نبلش نحس انه ها يعني عملنا مجهود حركنا. يوميا يعني خلينا نحكي هاي التمارين عادي، لو يوميا فيش مشكله، او يوم بعد يوم. يعني هاي التمارين ممكن الواحد يعملها في البيت كمان، ممكن في البيت ممكن نستخدمها، ممكن نستخدم اي اداه، اي وزن ثاني، ممكن نستخدم الكتبل الاخر مره اللي جبت بتاعت السوينج يعني شو في كمان تمارين ممكن بسان كمان لها علاقه بتنشيف الدهون؟ خلينا نحكي ممكن تكون في البيت، يعني مش شرط ممكن تكون في الجيم، تكون هيك بسيطه بامكان اي شخص كمان يعملها في البيت. تمام، هلا في عندنا التمارين الكارديو كمان السهله، في عندنا الجاكس، الجامبين جاكس بهي الطريقه. في ناس كمان ما بيقدروا ينطوا، بيقدروا عادي يعملوا سايد. وفي عندنا الني اب، وفي عندنا عادي، ناس اللي كمان ما بيقدروا ينطوا بهي الطريقه. في عندنا السكواتس، جمب سكواتس، تمام. وفي عندنا هذا البديل، سكوات عادي. وفي عندنا كمان الروب، نط الحبل. هاي تمارين بيتية، يعني هاي تمارين كارديو سهلة. لكن معظم هاي التمارين هي بتحرك على عضلات الجسم، كل الجسم احنا بنشتغل على كل الجسم، كل عضلات الجسم. ولكن هذا الامر كمان بسام مش بس لعب، موضوع الاكل، موضوع الاكل السر كمان، السر الكبير بالاكل. تقسيم الوجبات، يعني خصوصا الناس الادفانس اللي بدهم ينشفوا الدهون، عندهم شوي دهون بسيطه
نحكيش احنا عند كميه دهون عاليه، بدهم يبرزوا العضلات بالجسم، بروحوا للتنشيف عن طريق تقسيم وجبات الطعام من 5 إلى 6 وجبات، يعني كل ساعتين ونص 3 ساعات بندخل وجبه. هون بدنا نراعي انه في ممنوع السكر، سكريات، وفي بدنا نقلل النشويات، بدنا نرفع البروتين بالطعام. طيب في موضوع مهم بسان، واكيد انت يعني على معرفه في هاي الامور، موضوع الحبوب او في بعض البروتينات اللي بيستخدموها لتقليل الوزن بشكل مباشر، وهي كمان لها مضار وفي كثير خطوره على هذا الموضوع. يا ريت يعني في لمحه بسيطه كمان يكون في تحذير للناس انه بضروره اخذ الحيطه والحذر في التعامل مع هاي الامور اللي ممكن تكون لها اضرار خطيره جدا على الجسم. هلا انت ضياء، عفوا، انت بتعني الحبوب لنزول الوزن؟ تنقيس الوزن، صحيح. هاي شيء طبيعي، هاي يعني في لها سايد افكت، في لها اثار جانبيه وبتاثر على الصحه، يعني راح تاثر على الكلى، على الكبد، على المعده. عندنا في ناس كمان اصلا جسمهم بيكون عندهم مشاكل صحيه، خصوصا عندهم ضغط، السكري، الامراض القلب ما بتحملوا. بالتالي هي أكثر مع أخصائية تغذية أو مع الأطباء بتم متابعتها حتى ما يصير فيها أي إشكالية تنعكس بشكل سلبي على اللي راح ياخذوها. هو سؤال أخير يمكن يعني متداول، إنه فعليا لو بدنا ننشف الدهون في الجسم أيا كانت يعني نسبتها في هذا الجسم، قد ايه بتاخذ وقت لممارسه هاي التمارين؟ يعني على مدار شهر، شهرين، 3 أشهر؟ هو السؤال الاهم، قد ايش بدنا وقت؟ هذا السؤال دائما بيجي بيسالوني اياه كوتش بسان، امتى رح نضعف؟ امتى رح صحيح. يعني انا بحكي لهم على بين ما نشوف في نتيجه، بدنا من 12 اسبوع ل 16 اسبوع. نعم، مش اكل. سرعه الاستجابه بتختلف من جسم لاخر. اكيد اكيد، بس مش رح نشوف من اول شهر. نعم، الجسم لسه، خصوصا الناس اللي لسه جسمهم مش متعود على الرياضه، مش متعود انه ياكلوا اكل صحي، لسه جسمهم بده يعني شيء جديد، دخلتي على جسمك شيء جديد، بدك شوي شوي الجسم بده يتقبل يعني. واهم شيء الالتزام، في نتيجه يعني التزامه بسام في الاكل بالدرجه الاولى، لانه احنا بنحكي عن 90% اكل و10% لعب، وهذا صح. الناس اللي صحيح. للاسف احنا بنحكي لهم دائما 70-75% الاكل، وفي عندك التمارين، وفي عندك النوم كمان. النوم يعني دور، بيلعب دور كبير، لما احنا بيرتفع عندنا هرمون كورتيزول بالجسم، هرمون التوتر، بياثر على، اصلا بياثر على تمريننا، صحيح، على المود، على كل شيء. صحيح كلامك بسان، شكرا لك على هذه المعلومات. عفوا، اهلا بسان، اهلا، يعطيك الف عافيه، دائما شكرا.